اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم الاساتذه الكبار. استاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. منور حضرتك. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن مرحبا بحضراتكم. ايه كله تمام الحمد لله. مبدئيا كده خلينا بما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي وعن مباراه القمه وعن ما حدث والامور دي كلها، ولكن انا قبل ما ابدا اي حاجه، ايه رايكم في اداء فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام؟ فيتور بيريرا ده بيحير الواحد. يعني هقول لك، يعني هو الحقيقه انه من ساعه ما تولى مسؤوليته ما شفناش اي بصمات يعني تذكر بشكل ايجابي على اداء التحكيم. ويمكن احنا اتكلمنا برضو مع حضرتك هنا عن يعني دلوقتي اقدر اقيمه، يعني ما يقعد طبعا سنه طبعا تقريبا لا فيها وقفات كتير. في اولا اهمال شديد لمسألة إعداد الحكام وصقلهم وتصعيد صحيح وجوه جديدة. وعلى فكرة أنا برضو يمكن قلت لحضرتك الأسبوع اللي فات أو اللي قبله إنه في شكاوى كتيرة جدا من حكام في المناطق. أوكي. يعني ما هو أصل المناطق دي مش جزر منعزلة، يعني مش كل واحد واخد المنطقة بتاعته صحيح وبيشتغل على مزاجه. صحيح. المفروض يبقى فيه سياسة عامة الناس دول بينفذوها عشان هدف اكبر او اسمى انه يطلع حكام. احنا الحقيقه ما بنشوفش ده. مستوى الحكام نفسهم احنا دايما بنقول مش عايزين نعترض، مش عايزين نهز ثقتهم في نفسهم، انما الاداء غير مرضي. صحيح. يعني المفروض لما يبقى في اخطاء بتتكرر، الاخطاء دي يجب ان يتم المناقشة فيها داخل الغرف المغلقة في لجنة الحكام. ما يحصلش. وتوحيد القرارات وصقل الحكام وتجنب الأخطاء. كل الكلام ده طبعا ما اعتقدش ان هو بيعمله، يعني مش باين أثره على الحكام. مستوى الحكام من خلال المباريات اللي بالزبط. بتشوفها. أستاذ محمود، رأيك برضو في هذا الأمر؟ موضوع كبير يا كابتن، موضوع مش سهل، واكبر من بيريرا نفسه. صحيح. اكبر من كلاتنبرج. كنا شفنا كلاتنبرج بعد كانت الضجه الكبيره جدا عشان نجيبه، وبعد لما جه شفت الحمله اتعملت عليه ازاي، يعني كانت واضحه وصريحه. السؤال، انت كان ايه هدفك منك انت تتعاقد مع خبير اجنبي؟ انك تطور التحكيم. تطور التحكيم صح طبعا. انك انت يعني ده الهدف. والتطوير ده يظهر بعد فتره، يعني هنقول شهر 2 3، الشهر الرابع لازم ايه المكنه تطلع ايه. انا فاكر ان انا لما سالتك من سنه تقريبا قلت لي لما نشوف مش هينفع دلوقتي. ما انا بقول لك فانت المساله انت عاوز تعمل اعاده تقييم. طيب هل التجربه نجحت ولا فشلت؟ فيها ايجابيات وفي سلبيات، والسلبيات ظهرت بكثره يمكن مع الفتره الكبيره وحاله الارتباك، رغم ان احنا عملنا اشاده بحكامنا في امم افريقيا. حقيقي. كان مردود العوده غريب جدا على ناس. ده السؤال الاهم. ليه بقى حضرتك لازم تبقى عارف انك انت برضو في الفتره اللي احنا بنعيشها اللي هو غياب الجمهور عن المدرجات بكثافه. على فكره ده ليه وقع وليه تاثير. الله. على اللعيب طبعا، وعلى المدرب وعلى الاداري وعلى الحكم. فطبعا انت الضغوط دي لما تبدا تظهر بتبان هنا القدرات، بتبان هنا الاخطاء. احنا مش عاوزين اروح اقول لك في اخطاء متعمده، ولكن عندما يغيب الضمير لا بيريرا ولا الف واحد زيه مش هيقدر يرجع لك ولا يعيدك. صحيح. المشهد. ولما يكون الحكم اصبح شخصيته ضعيفه وسلم نفسه لحكم الفي ار اللي هو قاعد في الاوضه المكيف مستني هو اللي يديله القرار، خلاص انت افقدت الحكم هيبته وشخصيته. لان المفروض بامانه شديده، يعني حتى رغم ان الانجليز اللي هم يعني الاساتذه في كل اللعبه حاجة طبعًا. في اللعبه في كل حاجه عملوا تصويت، يعني نمشي الفي ار. بس ده نادي واحد بس، واحد هو اللي اشتكى بعد كده كله خلع. صح. كله خلع شايده. أيوه. كله خلع باعه يعني. وولفرهامبتون ماليش حد بعد ما كانت الضجه وهنعمل ونشيل جاب عملوا التصويت. فاللي انت عاوز تقول يا كابتن، طيب فتره بيريرا هل هنشوف تقييم للفتره؟ يعني هنقول يا جماعه التقييم عامل ازاي؟ هل انت شفت النهارده لقطة المباراة الجولة الختامية النهارده في دوري الترقي؟ شفت الفرقة نزلت هتقعد بالتحكيم والفرقة التانية ما نزلتش وتعزف السلام الوطني وبتاع وضربوا كانوا ضربوا القرعة ما بين بعض شفت انت؟ شفت ختام المشهد ما بين حرس الحدود والسبورتنج؟ خناقة. شفت الخناقة؟
شفت الاسر نزلت ارض الملعب؟ نعم. هذه هي التحديات يا كابتن. هي بقى هنشوف بقى هنا القرارات. قرارات مين بقى؟ قرارات ايه؟ هنشوف المراقبين كتبوا ايه؟ والحاجات اللي انت شفتها بعينيك، ما انا بقول لك اهو، والحاجات اللي انت شفتها بعينيك، والحكم سجل ايه؟ والرابطه هتعمل ايه؟ واتحاد الكوره هيعملوا ايه؟